جريمة القارون. كنت ليلا مع أمير المؤمنين عمر الفاروق ذي القدر المكين صاحب الدرة ثاني الراشدين من به الله أعز المسلمين فقووا حتى أذلوا المشركين. فإذا نار أضاءت سحرا قال يا أسلم قم ماذا أرى علاه ركب يريدنا القرى. فخرجنا وهو كالسهم برا ودنونا من خباء المصطلين. فإذا بامرأة قد نصبت قدرها بين عيال أعولت ثم حيينا فردت واستوت قال هل أدن فقالت إن أردت فبخير أو دع القلب الحزين. قال ما بال العيال تصرخ قالت الجوع وإني أنفخ أهم الصبية أني أطبخ علهم من بعد ذا أن يفرخوا ويناموا حول قدري جائعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كنت ليلا مع أمير المؤمنين عمر الفاروق ذي القدر المكين صاحب الدرة ثاني الراشدين من به الله أعز المسلمين.